العربيه الخصوصي وصلت، بس السواق بيشترط انه يوصل مصر لغايه باب الجيزه بس. اشوف وشك بخير. برضو يكون في علمك انا مش موافق. وبعدين بقى يا عم، احنا مش كنا خلصنا كلام في الموضوع ده؟ ايمانك ناشفه زي الحب. زعل من الباب ليه كده يا محمود؟ ليه؟ معلش شكرا، أنا عارفة ليه عبد الحميد عمل معايا كده، خايف إن هو يدخل ويتعب قدامي. الظاهر السواق مستعجل استهان. يلا سلام، يلا شكرا. اعملها دي، مفيش صبر، كل واحد ورا مصالحه يا اخي. يلا يا اسطى انا عم سعداوي، اخد الشنطه في العربيه. يلا مع السلامه يا ست سميه. الله يسلمك. شكريا. نعم مش هوصيك على عني، اطمني بس ما تاخريش علينا الله يسترك. مع السلامه يا ست هاني. مع السلامه شكريا. ايه ده؟ انت ليه وقفت يا اسطى؟ ده لسه تالت شارع على اليمين عمر نمرة 8. شوارع ضيقة وزحمة والعربية تعبانة، ما تنزلي هنا وتتمشيها ينوبك ثواب. والشنطة دي اشيلها وامشي بيها المشوار ده كله يا اسطى؟ الأمر لله. ما ينفعش 3 جنيه. ايه ده؟ انت عايز ايه تاني؟ انا مديلك اكتر من عداد. عداد اسم الله عداد، خليهم لك. يعني ايه خليهم لك؟ خليهم لك، باين عليك غلبانه ومزنوقه فيهم. انا مش غلبانه ومش مزنوقه فيهم، ومش هديك اكتر من حقك. استنى عندك. خليها علينا التوصيله دي. يعني ايه خليها عليك؟ من فضلك خد فلوسك احسن لك. اذا كان على فلوسي انا عايز بريزه صحيحه. بريزه بس؟ انت بتتريق؟ لا يا مدموزيه، ده هو يقصد 10 جنيه. ايه 10 جنيه ليه؟ ده انا راكبه معاه من دار الجيزه بس. وسع يا سيدي، سكه يابا. ايه بقى الموضوع؟ مش عايز تاخد التوصيله ليه يا هندزه؟ المدموزيل بتقول عداد، وفي حد بيمشي بالعداد دلوقتي؟ ما يمشيش بيه ليه؟ ماله العداد؟ محطوط في التاكسي ليه؟ عياقه؟ فسوخه؟ بقول لك ايه؟ هتاخد فلوسك بالتي هي احسن ولا نروح سوا القسم؟ وانت مالك؟ ايش 10؟ أنا بارد صحيح. أنا بارد؟ أوكي. مالك؟ فلوسك يا مدمازيل، ده أنت نهارك مش فايت النهارده. من فضلكم من فضلكم، مفيش داعي تتخانقوا بسببي. متشكرة أوي. ثانية واحدة، اتفضل، أدي ال 10 جنيه بتاعتك. متشكرة معاك. عليا النعمة، ما هو واخد ولا مليم، وهيروح معايا القسم دلوقتي ويتشك محضر امتناع ومخالفة عداد، ورخصته النهاردة هياكلها السبع. بس أنت تحضري معانا يا مدمازيل. لا أحضر معاكم فين؟ أنا جاية ضيفة هنا ومش عايزة أي مشاكل. وضيفة عند مين بإذن الله؟ عند الأستاذ سيد صالح. كمان؟
تبقي ضيفه عمنا الكبير قوي وتتاكلي وانت قدام عينينا. بيسو. نعم يا كابتن. مع المضمازين بشنطتها لحد باب سيد بيه. وانا والامور ده في اسم السيده. سيد بيه كويس ان لحقتك. لا اسف فايز. انت داخل المراقب الجديد؟ جاي ليه؟ ما تنساش موضوعي اعمل معروف. مش ناسيه فايز وهنا في الملف. طب صباح الخير يا سياده مراد. انت ما حاول تليفوناتك على مكتبي يا سيد افندي. بعد اذنك يا فندم. اسكت. منتظر مكالمه مهمه قوي ساعه ما سعادتك طلبتيها. اتفضل رد. جبت ملف التريات؟ ايوه فندم. استنى في سعادتك على ما ارد على التليفون. اهلا اهلا يا دكتور. الحمد لله. ازيك انت وازاي ولادك ودري؟ عظيم ان شاء الله دايما يا رب. مين؟ اه يا انس يا اخويا هات ولادك معاك بيوحشوني. ولاد عموم كمان نفسهم يشوفوهم. طيب طبعا انت جاي بكره بعد الصلاه. اه لا نتكلم في الحكايه دي بكره. ماشي مع السلامه. لا مؤاخذه يا فندم الدكتور انس المختار صالح استاذ الكيمياء الحيويه في جامعه عين شمس يبقى اخويا الصغير. اصل احنا متعودين يا فندم من سنين طويله نلم عيلتين على الغدا بعد صلاه الجمعه عندي في البيت. خلاص يا سيد افندي خلاص خلينا في شغلنا. البيانات دي ملخبطه. ما هيش ماشيه حسب التسلسل الزمني للادميات. مستحيل يا سياده مراد. مستحيل يعني ايه؟ ما هي قدامي اهي. الو. نعم. مين؟ ايه الحكايه بالظبط؟ اتفضل يا سيدي. تليفون تاني عشان حضرتك. مين اللي طالبني يا فندم؟ ما تشوف انت يا اخي. وانا هشتغل لك سكرتير كمان ولا ايه؟ العفو يا فندم العفو. انا هحاول المكالمه دي على مكتب ما ازعلش. بلاش من المكالمه خالص. وادي التليفون. خلينا يا فندم في الشغل. الكشوفات دي يا سعاده المراقب متفرغه اولا طبقا للمؤهل الدراسي. بمعنى الشهادات العليا اولا ثم الشهادات المتوسطة ثم ما تعبش نفسك يا فندم أنا اللي هرد. يا عبد الرحمن حول لي المكالمة دي على مكتبي. الملف قدام سعادتك إذا حبيت أي استفسار ابقى اطلبني. قال له إيه بقى؟ ألو أيوه يا حياة. إيه؟ بتقولي ايه مش سامعك؟ ما تبطلوا راضي يا راجل خلوني اسمع ام العيال. بتقول انها اسمها سميه. سميه نظيم. بتقول انها بنت اختك. بنت اختي؟ بس انا ماليش. استني استني. تكونش بنت امينه؟ ايوه يا خالي انا بنت امينه. الظرف ده فيه شهاده ميلادي وعقد جواز بابا وماما وليه معاهم شوية صور. أيوة مظبوط هي دي أمينة. أمال هي فين؟ هي أمينة ماتت من 7 سنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولسه حزنان عليها يا ضنايا. أنا لابسة أسود عشان بابا كمان. ايه ده؟ ووالدك كمان؟ الـ40 بتاعه فات عليه اسبوع بس. بقى ايه في حياتك يا بنتي؟ حياتك الباقيه يا طنط. اللهم لا حول ولا قوه الا بك. بس ازاي؟ ازاي يا بنتي ما تدوناش خبر لما ربنا افتكر والدتك؟ بابا ما رضاش. قال لو كان اهلها يهمهم امرها كانوش قطعوها السنين دي كلها. معها حق يا بنتي معها حق. لما بابا مات قلت لازم اجيلكم وادور عليكم لاني خلاص انا ما عدليش حد. ما تقوليش كده يا حبيبتي. اخوالك حسهم في الدنيا. يا ما قلت لك يا سيد دوروا على المسكينه اللي انتوا طردتوها من بيت ابوها وخلحتوها كده من وسط اهلها. تقولي ندور فين؟ اهو اللي بيدور بيلاقي.
واسم نبي حارسها دورت علينا ولقيت وعنها. وراح حضره الضابط صلاح واتله قلمين وسحب منه الرخصه وراكن التاكسي بره الاسم. بس تلاقيه وضبك انت كمان بكلمتين عشان تبطل تتحشر في اللي مالكش فيه. شوحه قوم من هنا، انت مش طفحت الشاي؟ يلا قوم انا مستني ناس. ايه دي قهوه حباط؟ ما انا شايم من هنا يا اخي. غور المطرح اللي سايعك، رايح اقعد مع صاحبي وحبيبي. مرحبا بوجيه، على الله هتكون الضيفه اللي شرفتكم قالت لك على الواجب اللي عملناه معاها النهارده. بيسو المعلم بلبل حكوري تشكر المنصور. على ايه يا عمنا؟ ده واجب. بس انت النهارده مالك؟ مش عوايدة. معلش يا منصور مش فايق. اهو انت عمرك ما قلت لي يا منصور دي، ومنصر بتطلع منك زي العسل، حصل ايه في الدنيا؟ سيبني دلوقتي بقى وروح شوف شغلك، مش بعادة تقعد الساعه دي، وماتشات الكره الشراب شغال. اصلي مستني واد لقطه يا بواجيه، كردنت عليه امبارح وابوه جايبه جاي دلوقتي. حته واد يا عمنا 17 سنه وبيلعب يمين وشمال وعليه هد يا نور النبي. ما تحل عصام الراجل يا حباط، قعد يقول لك انا مش رايق لك وسيبني دلوقتي وانت مفيش فايده. نقطنا مسكتك انت يا هواجي. سيد بيه عربيه الدكتور انس وصلت. ودي اللي عايز تقعدني عليها يا سيد، ده كلام برضه. معلش يا دكتور انا مش عاوز اطلعك فوق وافاجئك، لازم افهمك الاول. تفهمني على ايه؟ ما قلتليش ليه اللي عايز تقوله لي في التليفون. احنا ان شاء الله هنتكلم كده، انت قاعد لي في العربيه وانا واقف في الشارع. اتفضل يا سيدي اركب. بتقول يا سيد أمينة؟ أيوة أمينة. إيه شفت عفريت؟ شلتني وهبتني بفرملتك دي لما دماغي خبطت في سقف العربية. من فجأة برضو يا سيد، بقى جاي بعد العمر الطويل دهوت كله تقول لي أمينة زهر لها بنت؟ إذا كان أمينة نفسها ما بتخطرش على بالي من 15-20 سنة. أيوة يا ولدها، كأنها ما توجدتش في الدنيا خالص. أبوك وأخوك الكبير هما السبب. ده برضو أنس كنا كبار رجالة، كان ممكن نحميها. نحميها من مين؟ من ابوك ولا من اخوك الكبير؟ ثم مين فينا انا ولا انت كان ممكن يعارضهم ولا يتن لهم كلمه؟ ثم ان اللي عملته ده هو يعتبر في نظرهم جريمه، ولو كنا وافقناها كان زماننا انطردنا. عموما احنا دلوقتي مش في مين المسؤول ومين السبب. البنت بقت وحدانيه يا انس، ابوها وامها ماتوا وملاش حد غيرنا. طب وايه المطلوب؟ وانا جايبك عشان اطلب منك حاجه. انا جايبك عشان اسالك هنعمل ايه؟ هي معهاش حاجة خالص؟ شنطة هدومها. اوكي هي خليها قاعدة عندك، وانا امري لله هخصص لها مبلغ اول كل شهر من غير ما دورية تعرف. تعرفها عصبية يعني. يعني ايه يا انس؟ وانا هكلم بلقمة بنت اختي؟ الحكاية وما فيها ان انا ولادي شبان رجالة، ودي شابة حلوة، ويعني مش متربيين مع بعض ولا واخدين على بعض علشان نقول انهم زي الاخوات، انما انت ولادك بنات. قصدك ايه يا سيد؟ انت كنت قاعد عندي؟ اه طبعا، ده احسن وضع. انت بتقول ايه يا سيد؟ بقول اللي انت سامعه يا انس. سميه بنت اختك زي ما هي بنت اختي بالظبط، واذا كنا احنا هربنا من مسؤوليه امها زمان فلازم نشيل مسؤوليتها هي دلوقتي. يا اهلا اهلا وسهلا، حصلت لنا البركه. اهلا. ايه ده؟ انت لسه بهدومك ما غيرتيش؟ ابدا يا مدخلي. اصلا اصل ايه وفصل ايه؟ ده حتى شنطتك ما فضيتيهاش، مالك كشه كده ومتكتفه زي ما تكوني في بيت حد غريب؟ لا لا ابدا بالعكس، بس بصراحه حاسه يعني حاسه اني هربك لكم الدنيا. دنيا ايه اللي هتهربكيها؟ شريف وطارق عندهم اوضتهم ودي اوضه وجيه، وزي ما قلت لك هو مسافر، ربنا يرجعه بالسلامه. عنده مأمورية شهر بحاله في اسكندرية. برضو مرات خالي انا مش عايزة اتعدى على خصوصياته، مش عايزة احس اني بفرض نفسي على قطه وحاجاته من غير اذنه. اما ملكيش حق صحيح، دول اخواتك. وبعدين واجيه لو عارف اللي انت بتقوليه ده هيزعل قوي. حلوة قوي مش كده؟ يا مين دي؟ بنت عمتنا، بنت عمتنا اللي طلعت لنا فجأة من اعماق الماضي. اه فعلا هي حلوة. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ده مجرد تعليق. خلي تعليقاتك لنفسك يا فرح. المهم انت نازل معايا ولا هنزل لوحدي؟ لا انا بقول اتكل انت. يعني ايه؟ يا طارق احنا مش متفقين ان احنا ننزل مع بعض ونصص اجر التاكسي؟ جرى لك ايه يا شيري؟ طب انت رايح تقابل الجو بتاعك،
وبيا او من غيري كنت هتركب تاكسي، يبقى تدفعني ليه؟ باختصار يعني ما انتش نازل. لا معلش، اصل انا غيرت رايي، هروح العب كره شراب، عندنا باصه في زينهم. طب يا فالح يبقى خلي الكره بتاعتك دي تنفعك. خد سنة عندك. ايه ده؟ انت لابس القميص الجديد بتاعي؟ وفيها ايه يعني يا طارق؟ ما فيها حاجات كتير قوي، خد تعالى هنا. استنى عندك هنا، وبلاش شغل الاستعباط بتاعك ده. بقول لك ايه ما تبقاش خلص، انا قميص جديد عند المكواجي، ما فيهاش حاجه يعني لما البس قميصك مره من نفسي يا اخي. بس انا لسه ما لبستوش. ايه بس فيها ايه؟ ما انت طول عمرك بتلبس قمصاني وتيشيرتات وهي لسه بشوكها. هي كده يعني؟ طيب لعبت تلبس لبسي ولا البس لبسك؟ انا موافق بس بعد اللبسه دي برضه شوف وهتجيب القميص. هيتكسر يا اخي. ايه ده؟ بنت عمتكم اول يوم عندنا، عاوزين تتخانقوا وتسمعوها؟ معلش احنا متاسفين جدا اذا كنا خدنا راحتنا في الخناق وازعجناكي. لا 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 بالعكس، خدوا راحتكم وكملوا الخناق زي ما انتوا عايزين، انا مش عايزه احس ان وجودي مقيد حريتكم كده. طيب ما تجيب بقى القميص بتاعي بقى. متشكرين يا دكتور، مستنيك بكره على الغدا زي العاده ان شاء الله. تصبح على خير. بقولك ايه يا انس، ما تخليك جدع بقى وجيب دريه وبناتك معاك، احنا هنرجع نعيده تاني، ما انت عارف اللي فيها. يا راجل فرصه يشوفوا ولاد عمهم اللي بقالهم اكتر من سنه ونص ما شافوهمش، ويشوفوا بنت عمتهم ويحاولوا يمسكوا فيها تروح معاهم. سيد احنا اتفقنا تسيبلي الموضوع ده، هو هتكلم فيه ضريه الليله. ربنا يعينك عليها، مع السلامه. سيد افندي. فايز، ايه اللي جابك يا فايز؟ خير؟ انت اصلك مشيت الظهر من غير ما ترد عليا، وانت عارف ظروفي. تشرب شاي؟ انا شربت كل حاجه يا سيد افندي. المهم عرضت طلبي على المراقب. سبتهوله على مكتبه على دوسيه ترقيات. يعني ما كلمتوش؟ بصراحه يا فايز لا، تعمدت ان انا ما كلمتوش. ليه بس يا سيد افندي؟ امال لو ما كنتش عارف الزنقه اللي انا فيها. استهدى بالله وافهم، المراقب الجديد ده غير اللي قبله، ده جاي نافش ريش وفارد قلوبه، والظاهر ولاد الحلال استلموه من اول يوم وعبوه ضده، فلو كلمته على موضوعك هيعمل بالعند ويرفض طلب السفر. انا قلت اسيبه منه للطلب واحسسه انه ما يهمنيش، وانا متاكد ان بكره هيبعت لك ويناقشك ويوافق لك عشان يحسس الكل ان هو لوحده اللي في ايده مصالحه. فهمتني؟ فهمتك، بس انا خايف. لا ما تخافش يا راجل، انا مسؤول عن اللي بقوله لك. المهم اخبار الست جماعتك زي ما هي يا سيد افندي؟ يظهر مفيش حد غير العمليه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله تعملها وتقوم بالسلامه. تشرب شاي؟ لا معلش متشكر، اصلا انا اتاخرت ولازم اروح. طيب يا فايز مع السلامه يا ابني، ربنا معاك. الله يسلمك. اي خدمه سيد بيه؟ الشاي يا بيسو. من عناية يا سيد الكل. وعندك احلى واحد شاي لسيد باشا. يعني ما طلبتش الضمر؟ ما هي لسه شله الضمر ما جاتش. هلعبك انا في رضاني. يا راجل ما بتعرفش تلعبها، وبصراحه انا بزهق من اللعبه. يا من بالله العبك واغلبك. يا راجل روح العب مع اللي قدك. كده ماشي يا بوجي. انت فكر حباطه وشلته احرف مني؟ علي النعمه مالوهم فيها غش بس حظهم عالي. انا اصلا بهرج يا عشا، بس انا بالي مشغول الليله ومش رايق للضمر. اياك الضيفه اللي جات لكم النهارده دي. بنت اختي يا معلم، مش ضيفه ولا حاجه. بس انا عدم المؤاخذه ما شفتهاش قبل كده، مع اننا جيران ومعاشرين بعض عمره بحاله. بطل الخصله دي بقى وما تحشرش مناخيرك في اللي مالكش فيه. اقولكش قوم هات الدمره، هتلهيك وتلهين. اهي سحر دي. صباح الخير يا فندم. في الحلقه بتاعت امبارح راحت لابوها عند مراته الجديده يا فندم، وقعدت تترجاه يا حبه عيني علشان يروح معاها يشوف مامتها، لكن الراجل خاف من عروسته يعني الجديده. خيبك راجل، اديني لخبطت اللي متنقي على اللي ما تنقاش. عنك انت يا مرتي، سيبيني اقبل يا دمتي ودي تيجي برضه. لا يا حبيبتي خليك ده، واقعدي انت كملي فرجه على المسلسل. انا ما بتصرفش. اما انا وليا مخبوله صحيح. سامحيني يا سمية، انا مش واخده بالي خالص. يعني ايه يا مرتي حصل ايه؟ اللي تزوق بلد عنك بقى تبقي حزنانه على المرحوم ابوكي، وانا افتح التلفزيون واقعد كمان احكي لك الحلقه دي. نايبه ايه دي؟ الحزن مش بالحاجات دي، ومن فضلك انا مش عايزه احس ان وجودي هنا ممكن يلخبط لكم حياتي. مهما تكون يا سمية يا بنتي،
مرحومة أبوكي لسه ما فاتش عليه شهرين زي ما انت بتقولي. حتى لو كان فات عليه سنين الحزن هيفضل جوه قلبي مش هينتهي أبدا. أنا مش يقطعني. أنا بس إيه اللي كان سحبني من لساني؟ سمية سمية حقك عليا يا بنت. لا يا مرات خالي ما تقوليش كده. حضرتك مش غلطانة ولا حاجة. أنا بس اللي كان مفروض أكون أقوى من كده. أقوى من إيه يا بنت؟ ده أنت من ساعة ما دخلتي علينا وأنا قلبي بيتقطع علشانك. هو شوية على بنت لسه في عزها كده زيك تتيتم أب وأم. مرات خالي مرات خالي حضرتك بتعاني علشاني. اعملي معروف ما تخليش أزعل من نفسي. أنا أصلي كاتمة اللي بيحن بالصبح كأني شايفها قدامي هي الخالية الموت. هي مين دي؟ الست أمينة الله يرحمها مامتك. هو حضرتك كنت تعرفيها؟ ده أنا كنت آخر واحدة شافتها ليلة ما مشيت. يا خبر يا أمينة، أنت عارفة لو عملت كده هيجرالك إيه؟ يعني هيعملوا فيا إيه؟ هيموتوني؟ أرحم عليا من عذاب النار اللي عايزين يرموني فيه. اصبري، أخوك سيد وعدك إنه هيكلم الحج صالح أبوكي والحج علي أخوك الكبير، هيقنعهم يصرفوا نظر عن ابن العمدة ده اللي قارين فتحتك عليه. يا حياتي يا أختي، يا حياتي يا أختي، أنت من البند وعايشة طول الوقت مع أخويا سيد في مصر، تعرفيش معنى إيه إن الواحدة هنا عندنا يتقري فتحتها؟ يعني حكم نهائي ما منوش رجوع. أيوة بس يا أخوك سيد كلهم بيحترموا كلمته وكلمته عندهم ما تتردش. مش في الحكاية دي، أنا امبارح سمعت أخويا الحاج علي وهو بيقول لأبويا إحنا لازم نلحق نجوزها ونبعدها عن الواد بتاع الزراعة اللي واكل عقلها قبل ما الناس تاكل وشينا، وأنا مش هسيب نفسي أبدا لحد ما غمض عيني وفتحها ألاقي نفسي عايشة في بيت واحد مش قبلاه مش طايقاه مكتوب عليا أعيش معاه بقية العمر كله. لا أنا لازم أنفد بجلدي. أنا مش هعمل حاجة تغضب ربنا أبدا. أيوه أنا هروح لجدي أبو أمي في المركز وجوزها جدها لإبراهيم نظيم. كلهم غضبوا عليها، أبوها وأخواتها حكموا عليها إنها تعيش طول عمرها من غير أهل، وهي مرضيتش أبدا تترجاهم ولا تصالحهم ولا تطلب منهم السماح. ماما الله يرحمها كانت كرامتها أعز حاجة عندها في الدنيا، حتى على بابا اللي بسببه حصلت المشكلة بسبب جوازه منها، حب يلين دماغها، حب يفهمها ان ممكن يجي وصالحها على اخواتها، وفهمها كمان ان ممكن الايام والسنين تصفي النفوس. هي رفضت وهددته ان لو عمل كده من وراها وراح لهم هتبقى اخر يوم تعيش فيه معاه. حتى كمان لما كانت رأيها وحاسة انها مش هتقومتين وصلت ارحم بابا قالت له مش عايزة بنتي تروح لأهل ولا تعرف اي حد من عيلة. اللي عملوه معاها يصعب على اي انسان عنده كرامة. دول مش بس طردوها، دول اتبروا منها وقطعوها. لا دي راحت برجليها لاخواتها لحد عندهم في البلد وهم مجتمعين في العيد من الاعياد. كان باين على الدنيا ما عندها هي وباباكي وصعب عليها. قالت لاخواتها حقي في مراس ابويا، طردها الحاج علي اخوها الكبير، حتى مرتش يخليها تقعد تستريح من المشوار. حكيت لها كل اللي حصل وقالت لي ان اخواتها المتعلمين وقفوا اتفرجوا عليها، حتى لما طلبت من خالي السيد ان يديها فلوس لانها معهاش حق الرجوع ما قدرش يمدلها ايد المساعده لان اخوه الكبير كان واقف. بعت لها واحد من خدامين العيله وراها في الموقف وادها 5 جنيه في ايديها.
ايوه يا بنتي حصل. مين اللي خلاك تخالفي وصية مامتك وتيجي تدوري على خلاني كينا يا سمية؟ وسيد المرحوم بابا يا مرات خالي. سمية يا بنتي، انا نفذت وصية ماما يا سمية، عايزك انت كمان يا بنتي تنفذي وصيتي. اهلك وحقك يا سمية. انا من ناحيتي انا ما بقاش فاضل غير عندك محمود، هو ده اللي فاضل يا بنتي. مش هوصيك عليه ولا بصي عليكي، انا عارف يا بنت الحب اللي بينكم، لكن اهلك التانيين يا سمية، اخوالك يا بنتي، انت محتاجالهم، محتاجالهم ومحتاجة لحقك وحق مامتك اللي في ذمتهم. روحي لهم يا سمية، روحي لهم يا بنتي. اعتبري ان دي الوصية اللي انا سايبها في رقبتك يا سمية. وهو بيموت قالي مش عيب عليا اسيبك وحدانية في دنيا صعبة قاسية ما بترحمش حد. روحي يا بنتي، روحي تحامي في اخوالك، اترمي في احضانهم، يمكن قلوبهم اللي مرقتش لامك ترقلك انت. هترقي يا حبيبتي، لازم ترقي. انا من ناحيتي مش هفرط فيك، انا كل خلفتي صبيان، وكنت بتمنى من ربنا ان يرزقني ببنت وهو بعتت لي. عالباب لا عالباب، افتحي يا والله. وعرفنا قيمتك يا امينه لما غبتي. طيب مساء الفل يا ست الكل. مساء النور. معايا ضيف بره بس. تعالى يا سمره ادخل، تتكسفش تعالى. انا خايف، انا خايف يا كابتن طارق، ابويا هيموتني. ابوك ايه بس؟ انا مرتب كل حاجه، تعالى بس ادخل ما تخافش. هي ايه الحكايه؟ لقمة خفيفة بسرعة يا ست الكل عشان نعشي بيها سمرة. انت عارفني يا استاذ سيد، ولما اقولك محدش عمل العملة دي غير طارق يبقى لازم تصدقني. وكل الولاد اللي كانوا بيلعبوا هناك قالوا لنا ان سمير مشي مع ابن حضرتك. استنى انت بس يا ابو سمير، سيد بيه ده عمنا وعم الحته دي كلها، وانا متاكد ان اللي حصل ده ما يرضيهوش. ما انا لسه مش فاهم يا حباطه، انتوا بتقولوا ان طارق ابني خد الولد اللي اسمه سمير ده وهربه. افهم بس، هربه من مين؟ مني انا طبعا. وهيهربوا منك انت ليه؟ انا افهمك يا استاذ سيد بيه، حباطه اكتشف الواد سمير وكاردن عليه عشان يمضي للنادي الاهلي، واللي نادي كان فيه معاد لسمير وابو سمير عشان يطلعوا على النادي الاهلي. مين شم الخبر؟ سيطار راح رايح على الباصه اللي في زينهم اللي بيلعبوا فيها وسحب الواد من الماتش وطلع بيه على الزمالك. هو انا ناقص لساني يا سي شوحه انت كمان؟ ما انا كنت هحكي الحكايه لسيد بيه. يعني الحكايه اللي قالها شوحه دي صح؟ بالملي يا سيد بيه. طب هوينا بقى، يعني هوينا يلا يا اخي، الدنيا صيف والرطوبه كبسه على مراوح الخل. فهمت الموضوع يا عمنا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ انت بتاكلش ليه يا سمره؟ لا انا مش جعان. لا انت لازم تاكل كويس قوي، انا كلمت الكابتن فهمي في الزمالك واتفقت معاه وهيجي هنا كمان ساعه. كل كل. طب وابويا؟ ابوك ايه؟ مالكش دعوه بابوك، ابوك ليه غير الفلوس؟ قد اللي الاهلي كان يدفعه مرتين. يا مواجيه. نعمين يا سي سيد. طارق فين؟ في الصالون مع واحد. والله عال يا سي طارق. طب شغل ايه دلوقتي؟ خطاف؟ والله عال، ما كانش العاصم يا ابن الناس. ودي فيها ايه؟ دي سرقه شرعيه. مفيش حاجه اسمها سرقه شرعيه، السرقه سرقه. اولا اللفظ غلط. اسمها سرقة مشروعة مش سرقة شرعية. Thanks for the correction dad. وانا يا طارق انا اقدر اتكلم انجليزي قد 10 زيك، بس انا ما بحبش حد يتكلم في بيتي الا بالعربي. سوري قصدي اسف. طب والله فكرة، ما تيجوا نتكلم كلنا بالفصحى المقعرة. يا ريتك تقدر عليها وتصمت بصحيح. كده؟ طيب سأثبت لك يا أبتاه أنني قادر على الحديث بالفصحى كما لو كنت سيبوي أو الخليل ابن أحمد طيب الله ثراهما. ويم الحق
انك لا مدعي. انا لست كذلك. إيه انت ذلك نفسك. بل انكم انت صبرا يا حبطة. صبرا ايه جريه يا استاذ سعيد. بقى انا جاي واقع في عرضك وبشكلك حمله المحروس ابنك تقوم تخش له قافيه وبالفسحه بدل ما تديله على دماغه تاخد حقي منه. عندك حق يا منصور عندك حق. انت ازاي يا افندي تعمل عامله زي دي؟ ما قلنا سرقه شرعي قصدي مشروعه يا ابتاه. واد يا طارق انا بتكلم جد دلوقتي. اللي انت عملته ده يعتبر تعدي على حقوق الكابتن حباطه. يا بابا ما فيهاش تعدي ولا حاجه. والنوادي بتعمل كده مع بعضها ومن زمان قوي. الاهلي يسمع ان الزمالك اكتشف لعيب جديد يجري يضمه لفرقته قبل الزمالك، والزمالك نفس الحكايه، منافسه منافسه واللي يكسب فيها حلال عليه. ايوه بس لما ابقى جاركم وحبيبكم يبقى ليا حقوق. يعني لو هتخطف لعيب من اي واحد في الدنيا ما تخطفوش مني انا. ليه بقى؟ لان دي شغلتي وحتتي اللي بفهم فيها اكتر منك. ما انكرش انك كابتن كبير ومفيش حد في مصر كلها يفهم في الكوره واللعيبه زيك، بس انت برضو راجل رياضي وتعرف يعني ايه الروح الرياضيه. طبعا. يبقى اما اسبقك ما تزعلش تمدلي ايدك وتقولي جود لك يا طروقه. مظبوط جود لك يا طروقه. ميرسي جدا يا جود لك. ايه يا ابني انت بتدهلزني بتبرم لي دماغي. سمير ده اكتشافي انا، تعبي وعرقي ولف في الحواري. ده انا بدوخ السبع دخات يا عمنا ورجلي بتورم وانا بدور في كل زقاق وكل حاره وكل شارع اراقب العيال واحطهم تحت الميكروسكوب وادور على الموهبه الحقيقيه زي اللي بيدور على ابره في كوم قش. والواد سمير ده دخت وراه ست اشهر بحالهم وعينيا راشقه في رجليه وهو بيلعب لغايه ما اتاكدت منه. بعد ده كله يا عمنا يجي واحد ملوش في الكورة ولا يفهم فيها ياخده على الجاهز. يرضيك ده يا استاذ سيد؟ لا ما يرضنيش يا منصور. ازاي بس يا بابا؟ ده انا ليا في العملية دي كوميشن ما يقلش عن 1000 جنيه. تبقى بتسرق عرق حباطة زي ما بيقول وله حق. ينصر دينك يا عمنا هو ده العشب. ده مين ده بقى اللي جاينا دلوقتي؟ كمل لي تقليب الشاي قبل ما اشوف مين. حاضر. مساء الخير يا هاني. مساء النور. يا ترى الاستاذ طارق موجود؟ ايوه. نقول له مين؟ قولي له مندوب نادي الزمالك. الله اتفضل يا كابتن طارق مندوب النادي بتاعك جاي يستلم البضاعه. اتفضل اطلع له واتصرف معاه. بقول لك ايه يا كابتن حباطه، احنا ولاد حته واحده ومفيش داعي نخبط في بعض. نودي الواد للنادي الزمالك ونقسم الكوميشن بيني وبينك. لا يا حبيبي انا ما بعش مبدئي ولا بمليون جنيه. يلا يا طارق بلاش لكع وكلم عيال يا استاذ طارق. انا اعمل ايه بس يا كابتن فهمي؟ ما هو حباطه لحقني قبل ما انت تيجي وجه وجايب والدي معاه. والدي راجل طيب وعلى نياته. الله انت ما تعرفوش. المهم واخد المساله مساله تعدي على حقوق الغير واقف معاه ضدي وانا بقيتش عارف اعمل ايه. المساله اتلخبطت. المهم الواد فين هو؟ يا عيني الواد بيعيط ما تدي الواد لابوه. مساله اتلخبطت مش الواد مش عارف يفلفص. مغيبينه فين؟ انا معايا تحت فرقه الكاراتيه بتاعت النادي. قول لي على المطرح اللي مخبيينه فيه واحنا نخلصه ونطير بوه على النادي نمضيه ونحطه في مكان امين لغايه ما نشوف الامور مع ابوه. لا ما هو خلاص ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ عايز اقول لك كلمه بس سر بيني وبينك. حباطه مضى الواد للنادي الاهلي. ازاي الكلام ده؟ والفلوس اللي خدتها مني عشان تديها لابو الولا؟ ما هو ابو الولا خدها وزاغ. زاغ يعني ايه؟ دي تبقى ليله كحل. انا ماضي على الفلوس ديت وسط خزينه النادي. السلام يا منصور. شرفت. باش تزعل قوي. اهو سمير اهو عندك. الموضوع خلص يا حبيبي والقطر فاتكو. باي باي. ده بيتهيأ لك احنا دافعين عربون الواد ده وشاريينه. ايه الحكايه يا حضرتك؟ مين ده يا طارق؟ انت هنا يا طارق؟ طارق طارق فين يا سمية؟ طارق لسه نازل دلوقتي. ازاي يا بنتي؟ كان قدامي وانا طالع من اوضه الصالون. لا لا هو نازل بس يظهر حضرتك ما خدتش بالك وهو نازل. معايا يا سمير. ابعد عن سكتي يا فهمي احسن لك. كده ماشي. اتفضل يا حبوطه بس الحكايه ما خلصتش. يا راجل اوعى كده وانت شبه الرنجه. تشرب ملح ولا قصدي تشرب شاي ولا مستعجل؟ البلكونه دي مش بتطل على الشارع؟ ايه ناوي تنط منها؟ الله. كوره مع الوين. خش عليه. انت هتذيع ماتش من البلكونه يا راجل انت. تعالى يا ولدي وبص. ابص على ايه في فلتك الخاصه. تعالى. ايه يا سمير؟ واحد منكم خد بلغ البوليس. ايه يا ايه شغل العصابات ده؟
المسكين حباطه دماغه اتخبطت في الرصيف وقليل ان ما راح فيها. الحقونا يا ناس، بلغ البوليس يا سميه. حاضر يا فندم. ادخلوا انتوا جوه. ازاي بس يا سيسي؟ وانت معاك رئيس العصابه. دخليها جوه يا سميه. حاضر حاضر. يلا يلا بسرعه ما تخافيش يا ضنك. وانت يا كابتن رنجة اقعد في الصندوق في الكرسي ده. اقعد انت يا حاج واسمع اللي بقولهولك كويس. اللي حصل لمنصور حباطه دلوقتي ده هيحصل لطارق ابني. ما كانش يرجع ال 1000 جنيه اللي خدهم مني. لو طارق ابني واخد منك مليون جنيه هيرجعوا لك، بس الاول تقعد هنا ما تتحركش لغايه ما يجي البوليس. فرصه ثانيه يا اونكل. استنى بس، لو نزلت تحت مش هيحصل لك كويس. وببعت لي البوليس بتاعك على النادي، انا مستنيه هناك. طب تعال. انت راجل في سن والدي ومش عايز دمين تقيل عليك. انت هتضربني؟ انا عاوز افرجك زي ما فرجتني. تعالى يا بابيكو. طيب التهزيق يالا مش هتجيب الصباط. ايه ده؟ ما انتش عارف ايه ده؟ فين الواد ده؟ ولا بيسو؟ بيسو ده مش فاضي يا معلم. ليه بيعمل ايه؟ مكفوه بقى ما انت شايف. يا ابني ده هو مين بيضرب فينا الشوحه؟ ده عيال قلب بتوع الكاراتيه كانوا متربصين لحباطه، بس ده مين؟ جم لقطاهم. طب فين حباطه؟ انا مش شايف. تحت رجلي. نعم؟ تحت رجلي. يا اللي فهمته مش قادر اصدقه يا طارق. دي حاجات عادية بتحصل كل يوم، ونوادي الكرة كبيرة بينهم صراعات ورا الكواليس مش ممكن تتخيليها. ده ممكن اصدقه، انما بصراحة اللي مش قادرة اصدقه اللي انت عملته النهاردة. ده الراجل بيقول انك بعت له الولد وقبضت منه فلوس. طب ودي فيها ايه؟ دي سمسارة. انت فاهمة يعني ان منصور حباطة لما يروح يودي الواد سمير للنادي الاهلي مش هياخد فلوس؟ لا هياخد. دي مسألة مشروعة ومعترف بيها، ما فيهاش لا سرقة ولا نصب زي ما انت متخيلة. طيب الفلوس اللي انت خدتها هتردها له؟ خلاص، بعد المعمعة دي ما حدش هيقدر يهوب ناحيتي. لا لا يا طارق، انا مش بتكلم عن الخوف، انا بكلمك على الضمير. طب ودي مالها ومال الضمير؟ دي فلوس ملهاش اصحاب وكلهم بيغرفوا منها. ثم انا تعبت قدام الفلوس دي، لفيت ودورت ورا الواد ده لغايه ما لقطته من حباطه وتكتكت وضيعت وقتي كل ده ببلاش. طارق انت بتشتغل ايه؟ بشتغل باحث. باحث؟ بسم الله ما شاء الله. فين؟ باحث في المركز القومي للبحث عن عمل. ايه يا طارق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دي مرات خالي بتقول انك معاك بكالوريوس هندسه. دفعه 92 واحنا دلوقتي في 96 مش لاقي شغل. اخويا شريف متخرج قبل بسنتين بكالوريوس علوم، كان بيشتغل في مدرسه ثانوي، كان بياخد في الشهر 100 جنيه، في الاخر استغنى عن خدماته. اما اخويا الكبير وجيه فده بكالوريوس تجاره بقاله 7 سنين ويا دوبك لسه لاقي شغلانه من شهر ونص ب 120 جنيه في الشهر. وعلى فكره لولا عمي انس كانش اشتغل الشغلانة دي. يا بنت عمتي عايزة تعرفي ايه تاني؟ انا اسفة يا طارق، ما كنتش متوقعة ان اسئلتي هتضايقك كده. بالعكس انا ما اتضايقتش، انا لقيتها فرصة ان انا اصحح لك الفكرة الوحشة اللي بدأت تاخديها عني. لا 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 يا طارق، انا لسه ما كونتش اي فكرة عن اي حد فيكم، ده انا لسه جاية النهاردة بس. طارق باباك عايزك ضروري. هات الفلوس. مش معايا. تعال لي دغري وقول لي صرفت منهم كام ومعاك كام. انا مسؤول عنهم وهردهم بمعرفتي. وانا تعهدت للراجل مندوب النادي اني هرجعهم له بنفسي بكره. يا بابا لو سمحت مالكش دعوه بالناس دول وخرج نفسك من الموضوع ده نهائي. يا ابني خرج نفسي ازاي بعد اللي حصل الليله؟ وبعد الراجل مندوب النادي ده مقتحم بيتي، وبعد حباطه المسكين ما اتضرب واغمى عليه ويعالم يمكن يروح فيها بسببك. وبعدين سيبك بقى، مين فينا اللي هيرجع فلوس، انا ولا انت؟ تعالالي بقى قول لي اللي عاوز اعرفه دلوقتي، الفلوس دي راحت فين؟ 1000 جنيه تاخدهم اول امبارح والنهارده مفيش، ليه ما شاء الله؟ وديتهم فين؟ يا بابا لو سمحت ما تنرفزش نفسك كده، اي مشكله انا اتسبب فيها هحلها، وبعدين انا مش صغير. لا صغير يا بابا، انا متخرج بقى لي 4 سنين ولسه قاعد في بيت ابوك بتاكل وتشرب وتنكسي وتاخد مصروف، تبقى صغير وعيل كمان. عندك حق يا بابا، عندك حق.